السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. توجد بعض الساعات كتكون من ذهب أو من فضة. في هذا الفيديو غادي نوريكم بعض الأنواع ديال الساعات اللي صراحة أنا فوجئت بهذه الأنواع من الساعات، إما تكون من ذهب أو من فضة، فتابعوا معنا. قبل أن نبدأ مشاهدينا فلا تنسوا دعمنا بلايك، بارك الله فيكم. كما قلنا مشاهدينا، تتواجد العديد من الكنوز في الساعات. أولا أسماء الساعات المشهورة عالميا، وثانيا كتكون بعض الساعات واخا ماشي ماركة كتكون إما من فضة أو من ذهب. صراحة ولو يكون حتى المحترف يمكن أن يتعذر عليه معرفة هذه الساعة أن تكون من فضة أو من ذهب. صراحة أنا شخصيا فوجئت بهذه الأنواع من الساعات. كما ترون الساعة الأولى مشاهدينا تشبه الساعة الكوبي اللي كتكون مقلدة على الفضة. هاد الساعة دي مشاهدينا كتشبه الساعة كوبي اللي كتكون مقلدة كيف ما كتشوفوا هنايا الدمغة 925. ولكن مشاهدينا تفاجأت عندما فتحت مغطى هذه الساعة وقمت بتعييرها بماء العيار، وجئت مشاهدينا بأن هذه المغطى ليس من فضة كما تنظرون. هذه الساعة صنع جابون، وغادي نديروا عليها واحد الاختبار ماء العيار وتشوفوا مشاهدينا. كيف ما هذه هي المغطى ديالها الأصلية ومضموغ عليها 925، فهذا تنبيه لمن أراد أن يختبر الساعة هل هي من ذهب أو من فضة. لاحظ الطريقة أخي المشاهد، هذه المغطى وهذا حزام الساعة، غنديروا عليه اختبار. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا حزام الساعة أعطانا أنه فضة، ولكن مغطى الساعة ما أعطتناش لون الفضة. غادي نمسحوا هذا الماء. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا هذا المغطى ليس فضة، مجرد إينوكس. فهذا تنبيه مشاهدينا كيف ما شفتوا بعض الساعات كتكون كادر ديالها الحزام ديالها من فضة أو من ذهب، ولكن المغطى كتكون مجرد إينوكس. هذه الساعة هذه فيها أثر الدمغة هنا كما تلاحظون مشاهدينا، هذه هي أثر الدمغة 925. غادي نوريكم ساعة أخرى لا توجد فيها أي دمغة كيف ما كتشوفوا شاهدوا مشاهدينا، حتى هي فيها هذا المغطى من إينوكس ستانلس ستيل. هذا الكادر هذا من فضة مشاهدين. كيف ما غادي نفتحوا هذه الساعة هذه كتبان كأنها ساعة كوبي ولكن ساعة أصلية. كيف ما قلنا مشاهدينا هذا الكادر كيكون من فضة أو من ذهب. غادي نديروا له واحد الاختبار وتشوفوا بعينكم مشاهدين، وما فيها حتى شي دمغة. هاد الساعة هذه لا توجد فيها أي دمغة. وكذلك غادي نديرو اختبار لهاد المغطى. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا هذا الكادر ديال الساعة من فضة، وهذا المغطى ليس من فضة، هذه من إينوكس. فانتبهوا مشاهدينا، فهذه معلومة مفيدة أحببت أن أشاركها معكم، وإذا فدناكم فلا تبخلوا علينا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.